السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حارة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من زوال اليوم، وكذلك سوف نقدم لكم الأيام القريبة المدى والبعيد المدى بإذن الله. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد قناة الأمارة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا. فيتوقع بإذن الله بعد زوال اليوم إن شاء الله أن تكون أجواء كذلك حارة في معظم مناطق المملكة، وقد تصل إلى 42 في المناطق الداخلية و 45 في الجنوب الشرقي للمملكة والأقاليم الجنوبية، وكذلك الجهة الشرقية، وكذلك بإذن الله الحوز، وكذلك الهضاب الفوسفات. وعلى العموم ستكون أجواء حارة. أما بالنسبة كذلك فيتوقع كذلك بإذن الله لتراكمات أو كذلك الأمطار الخير، سوف يحتمل دخول بعض العواصف الرعدية في الأيام القادمة كما سوف نقدم لكم إن شاء الله في هذا الفيديو المفصل. بالنسبة ليوم الأحد إن شاء الله فيتوقع بإذن الله كذلك، ويحتمل بالنسبة لدرجة الحرارة فيحتمل أن تنخفض تدريجيا نسبيا، ستكون نسبيا قد تصل إلى 40 درجة في المناطق الداخلية، و41 بين 41 وكذلك 45 بالمناطق الجنوب الشرقي للمملكة. أما بالنسبة كذلك لباقي المناطق الأخرى فيحتمل كذلك تكون عواصف رعدية نسبيا قوية محليا على المرتفعات، خصوصا فترة بعد الزوال بسبب الضغط الجوي المرتفع. أما بالنسبة كذلك للمدن التي سوف تتشكل في هذه العواصف فهي أغلبية ستكون المرتفعات وكذلك الهضاب والمناطق الداخلية، وبإذن الله كذلك السوس، وكذلك بإذن الله بالنسبة اليوم الخمسة اليوم الاثنين فيحتمل كذلك أن تكون أجواء نسبيا حارة مع طقس غير مستقر في المرتفعات مع احتمال بعض الزخات الرعدية فوق المرتفعات بإذن الله، الأطلسين الكبير والمتوسط والسوس بإذن الله. بالنسبة كذلك اليوم الثلاثاء فيتوقع كذلك بإذن الله ويحتمل كذلك أن تكون أجواء غير مستقرة مع احتمال زخات رعدية فوق المرتفعات الأطلس الكبير بإذن الله ومرتفعات الريف، أمطار وزخات رعدية حاضرة على كيكو خنيفرة وبني ملال، وكذلك تباينت بإذن الله وبعض الزخات المطرية على تازة، والجهة الشرقية تبقى متفرقة. أما بالنسبة ليوم الأربعاء كذلك فيتوقع بإذن الله أن تكون أجواء غير مستقرة، أمطار وعواصف رعدية على وطة الحاج وكيكو وكذلك خنيفرة بإذن الله وتباينت وبني ملال. وبالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء نسبيا مستقرة إلى قليل السحب. بالنسبة كذلك ليوم الخميس فيتوقع كذلك أن تكون أجواء غير مستقرة في مرتفعات الأطلس مع عواصف رعدية فوق مرتفعات الريف بإذن الله. أما بالنسبة لتراكمات الأمطار الأيام القادمة فيتوقع بإذن الله ويحتمل أن تكون أجواء نسبيا مستقرة مع احتمال بعض العواصف الرعدية فوق مرتفعات الأطلس، لكن تبقى ضعيفة ومتفرقة.